أبراج الاتصالات ملف يتجدد الحديث عنه على طاولة اللجنة القانونية في المجلس البلدي، لائحة وضوابط وشروط ستبصر النور خلال أيام. وجدنا أن في بعض الأوراق لم تدرج مع المعاملة، فطلبنا تأجيلها على أن تستكمل الأوراق كلها لمناقشتها بالتفاصيل كاملة، وهذا عطى حسب اتفاق اللجنة مع بعضنا بعض، الرئيس والأخ أسامة العتيبي ومحمد المعجل وعلي الموسى، اتفقنا مع بعض على أن إن شاء الله في جلسة قادمة بعد العيد مباشرة سترفق كل الأوراق وننهي موضوع الأبراج الاتصالات. اتفاق كاد أن ينهي ملفا شغل وزارات الدولة تعذر بتعذر جهات حكومية لمناقشة لائحة وقانون. بحثنا في لجنة المالية والقانونية لائحة الأبراج الاتصالات، طبعا أنتم عارفين هذه لائحة متعطلة من 2013، مهمة للدولة وتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية وأيضا الأمن العام، أيضا يعني في هذا الجانب مهمة. لائحة اختلفت، كانت عند وزارة المواصلات أصبحت اليوم عند هيئة الاتصالات، كنا نتمنى وجود هيئة الاتصالات لاستئناس رأيهم في هذا الموضوع، وللأسف عذر معهم لم يتم الحضور فأجلناها للجنة القادمة إن شاء الله. 3 سنوات وملف إبراج الاتصالات قيد بحث ودراسة قطع شوطا من المناقشة ليكون الاجتماع القادم حاسما لهكذا قضية. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.